السلام عليكم، مساء الخير. حلقة النهاردة هنتكلم على VMware vSAN 7 What's New. هو من ضمن البيج ريليز اللي أعلنا عنها بالفورم الفي فورم في 10 مارس، ومن كام يوم انتوا شفتوا الأخبار vSphere 7 vSAN 7، والنهاردة NSXT3 released available، تقدر تعمل له داونلود. فهنركز النهاردة على إيه المميزات والفيتشرز الأساسية اللي موجودة في vSAN 7. يمكن السيشن مش الغرض منها إن إحنا نتكلم على vSAN بصفة عامة، اتكلمنا عن ده في حلقات كتيرة قبل كده، يعني هنتجنب إن إحنا نرجع نعيد تاني اللي قلناه في إيه هو vSAN وبيشتغل إزاي ومميزاته الأساسية. عايزين بس نركز المرة دي على إيه الجديد اللي زاد في فيرجن 7. الفيسان او الهايبريد كونفرج يمكن عدت بثلاث مراحل من التطور. المرحله الاولى كانت مرحله الاتش سي اي هايبريد كونفرج او كور هايبريد كونفرج. جارتنر كانت معرفاها بين دي ان انت بيبقى عندك فيرشواليزد كومبيوت، ده اللي بيعمله الفيسفير، فيرشواليزد ستورج ده اللي بيعمله الفيسان، وكومن كنترول بلين للاثنين ده اللي بيعمله الفي سنتر سيرفر من في ام وير. بعدين المرحله التانية دخل فيها كمان النتورك، فبقى فيه كمان virtualized network and security باللي بيعملها الـ NSX، ويبقى فيه مش غير الـ control plane بالـ vCenter، يبقى فيه full automation للستاك software وهاردوير، وده كان اللي بيعمله من للـ VCF، واتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات وإيه الجديد في VCF 4. لكن حقيقة المرحلة الثالثة ودي اللي كله النهاردة متجه لها مرحلة الهايبريد. في سي اف زي ما اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت كسوليوشنز بقدر ابني بيه برايفت كلاود باعتماد الكور كومبوننت بتاعته اللي هي في سفير في سان ان اس اكس. بس كمان قلنا في سي اف بقى موجود ب اي دبليو اس، موجود ب ايجور اي في اس سوليوشن، موجود بجوجل، باوراكل، بعلي بابا، باي بي ام كلاود. سو كل الهايبر سكيلر كلاود كمان عنده في سي اف، فبقى عندي بسهوله جدا اقدر اعمل هايبريد كلاود بتاعتي باستخدام الاون بريم في سي اف زي ما احنا شايفين كده بالجزء الازرق او اللي هو ايه على اليمين، والبابليك كلاود اللي انا ممكن اكون عامل سبسكريبشن مثلا على اي دبليو اس، واقدر اكونكت الاثنين ببعض ويبقى عندي هايبريد كلاود، اقدر اسكيل الورك لود بتاعي من الاون بريم داتا سنتر للهايبريد كلاود، اقدر يبقى عندي فول موبيليتي تو واي. يعني هي دي الميزه في الهايبريد كلاود من في ام وير، ان انت عندك تو واي موبيليتي للابلكيشنز او للورك لود من الداتا سنتر للكلاود او من الكلاود للداتا سنتر. يمكن أهم ثلاث فيتشرز كانوا موجودين بال vSphere 7، أول حاجة سهلنا كتير في اللايف سايكل مانجمنت. يمكن الناس اللي حضروا السيشن بتاع vSphere 7 اتكلمنا عن حاجة اسمها VLCM، VMware Life Cycle Manager، vSphere Life Cycle Manager، ودي قلنا هتبقى البديل او الريبليسمنت على المستقبل للبام في سفير ابجريد مانجر، لانها بتعمل فول لايف سايكل مانجمنت مش بس لل اي 6 اي فيرجنز والكومبوننت بتاعته، كمان للفيرموير، كمان للدرايفر. فدي سهلت كتير قوي اللايف سايكل والابديت والباتشنج والابجريد للانفايرمنت. الفيتشر التانية المهمة والقوية كانت النيتف فايل سيرفيسز. كان في لو انا عايز الانفايرمنت بتاعتي كلها بيزد على vSAN وعايز يبقى عندي فايل شيرز او فايل سيستمز موجودة، كنت بضطر يا اما استعمل اكسترنال فايل سيستم ناس ديفايس، او ورك اراوند اني بجيب ابلاينس بحطه بالانفايرمنت بتاعتي وهو اللي بيكسبوز جزء من الاستورج بتاعتي من الفيسان ستورج كما لو كانت ان اف اس. سو النهارده مش محتاج تعمل الورك اراوند ده، بقت تقدر تاخد نيتف فايل سيرفيس كابابيلتي من الفيسان 7 دايركت. قلنا ب 6.7 كمان عملنا announcement لحاجه اسمها Cloud Native Storage CNS، ازاي اقدر ادي persistence storage لو انا عندي كوبرناتي او container based workload، ازاي يبقى عندي special storage للنوع ده من ال workload. دي كانت موجوده في 6.7 update 3، بس احنا عملنا فيها enhancement كتيره
ب7. يمكن دولة الثلاثة كاتيجوري الأساسية، لكن طبعا في مميزات تانية كتيرة. عملنا أبديت وإنهانسمنت على الستريتش كلاستر سوليوشنز، على التو نود، على البرفورمانس، على الريبورتنج نفسه. وكان في كومبلينز من إن لما بتبص على الداشبورد البروفيجند ستورج الكونسيومد أو يوزد ستورج، في ديسكريبنسيز منها بينها وبين اللي بتشوفه فيزيكالي على السيرفرز. فسهلنا كمان الطريقه اللي بتقدر يعني تقرا بيها الريبورتنج بتاعت الفيسان. فهنعدي على كل المميزات دي ونتكلم عنها بالتفصيل في السلايد اللي جاي. زي ما قلنا، اول واحده واهمهم اللايف سايكل مانجمنت. انا هنا بتكلم على فول لايف سايكل مانجمنت، بعملها للانفايرمنت بتاعتي بس بطريقه مختلفه عن اللي كنت بعملها قبل كده بالبام. ولو عقدنا مقارنه ما بين البام او السفير ابجريد مانجر واللايف سايكل مانجر، يمكن الميزه او الفرق الاساسي، بام كان الفوكس بتاعه هوست سيرفر، عايز اعمل له ابديت، عايز اعمل له ابجريد، وهو ده اللي كان بيعمله، وانت كنت بتعمله كادمن على سيرفر باي سيرفر. ال VLCM الفوكس بتاعه الكلاستر كله. سو لان مش طبيعي، انت عمرك ما هيبقى عندك كلاستر وكل سيرفر عليه فيرجن مختلفة او درايفر مختلفة. يوجوالي انت بتحط نفس السيرفر براند على نفس ال وزن نفس الكلاستر، ودايما بتتأكد او عايز تتأكد ان في يونيفايد فيرموير على كل السيرفرز دي، نفس الفيرجن، نفس الدرايفرز بنفس الفيرجن، نفس الاي اس اكس اي بيل. سو بدل ما كنت بتعمل ده مانيوال على سيرفر سيرفر او اوتوميت حتى بالبام على سيرفر سيرفر، انت بقيت تقدر تعمل ده على الكلاستر ككل بالفي ال سي ام. الحاجة التانية المهمة والمميزة، البي ال سي ام بيشتغل بالكونسبت اللي هو ديزايرد ستيت، او بمعنى تاني بيقولوا عليها ديكلاريتيف موديل. سو ديكلاريتيف موديل بيفرق ايه عن الطريقة الامبريتيف اللي موجودة قبل كده؟ الطريقه اللي كان موجود بيها البام فور اكزامبل بتقول انا عايز ابجريد السيرفر بتاعي لفيرجن 7، خلاص دي انت بتقول ان دي انا عايز اعمل الابجريد لفيرجن 7، وبعدي وبروح انا اعمل الابجريد دوت مانيوالي، وممكن ما اعملوش للسيرفر من السيرفرات لو انا عايز استثنيه لاي سبب. ال VLCM بيشتغل بالكونسبت اللي قلنا عليه الديكلاريتيف، ان هو الديزايرد ستيت. يعني انت بتقول الكلاستر ده انا دايما عايز الديزايرد ستيت بتاعته تكون اي 6 اي 7، والفيرموير درايفرز تكون عند الليفل ده، والديفايس درايفر تكون بالليفل ده. وهو اوتوماتيك بيعمل مونيتور، لو لقى في اي ديفيشنز حصلت عن المختلف عن الستيت دي بيدي الارت للادمن، وكمان يقدر يفكس المشكله. يعني مثلا انت اسيوم ادمن عندي سير يعني كلاستر فيه 10 سيرفر، وادمن لسبب ما راح عمل داون جريد او انستول درايفرز مختلف على واحد من السيرفر دي، البام ما كانش هيديتكت ان في مشكله. ال VLCM هيكتشف ان لا، في دريفت حصل هنا، في سيرفر بقى نون كومبلاينس لان السبيكس بتاعته او الدرايفر ليفل دي مش دي الديزايرد ستيت اللي محطوطه في الكونفيجريشنز بتاعته، وبالتالي هيبدا يعمل ريميديشنز انه يفكس الدرايفرز دي للفيرجن المطلوبه. سو فار هو بيعمل الكلام ده زي ما قلنا للاي 6 اي الهايبرفايزر نفسه، للدرايفرز، للفيرموير. اكيد ده لازم يتعمل بديفلوبمنت مع السيرفر فيندور. سو النهارده از وي سبيك ديل اتش بي اي انكلودد، وطبعا لان هم دول اكبر سيرفر فيندور وهم دول اول ناس بداوا معانا الفيتشرز دي، لكن مع الوقت كل السيرفر فيندور هيبقوا موجودين ومتاح. الاركتكتشر از اوبن، والغرض منه ان كل السيرفر فيندور يقدروا يستغلوا او يستفادوا من الميزه دي. فعشان كده هنلاقي كل السيرفر فيندور في المستقبل بينتجريت بنفس الكابابيلتي دي. السؤال دايما بنساله، هل الفام هيقف على اللونج ران؟ اه، لان خلاص دوره هيبقى بيعملوا اللي في لايف سايكل مانجر. بس انت كمان ممكن تميكس، يعني انت ممكن تقول في كلاستر هعمل له مانجمنت بالفي ال سي ام
عايز استفاد بالفيتشر بتاعت الديزايرد ستيت، اتس نيو سيرفر جايبها من دير ولا من اتش بي، ممكن يبقى عندك اولد كلاستر وعايز افضل استفاد او عايز افضل اعمل له ابجريد بالبام. فالاثنين في فيرجن 7 لسه شغالين، يعني لسه اقدر استعمل البي ال سي ام او البام، بس زي ما قلنا الستاندر اللي احنا متجهين له ان يبقى البي ال سي ام هو الستاندر. طبعا هيبقى عندي بيز ايمج اللي هي فيها السيت اب بتاع الاي 6 اي والبي سان، الاد اونز الدرايفرز اللي باخدها من البندور اللي انا بتعامل معاه، واي اديشنال فيرم وير كونفيجريشنز، وبكونفيجر الديزايرد ستيت، بقول انا عايز الديزايرد ستيت بتاعتي تبقى عامله ازاي، وهو اوتوماتيكلي بقى بيكيب مونيتور في الباك جراوند الكلاستر انه يتاكد ان اتميت الديزايرد ستيت. سؤال تاني برضو بيتسأل، هل معنى كده لازم انا ابقى اونلاين طول الوقت السيرفرز بتاعتي تبقى كونكتد انترنت؟ اكيد لا. سو السيرفر ممكن تبقى اوفلاين والديتا دي موجوده، او الايزو او السيت اب ده الدرايفرز والفيرموير موجوده اوفلاين، والفي ال سي ام بيقدر ياخد الكومبوننت دي ويعمل لها ديبلويمنت از نيدد. فتاني it's one of the powerful feature، هي ميزة بالـ vSphere 7 زي ما قلنا، بس الفكرة بتاعتها ان هي it will be the standard بعد كده في الـ update manager برضو. يعني متخيل حد يسأل السؤال ده لان سمعته قبل كده، طب الـ auto deploy feature والـ host profile. الاوتو ديبلوي احنا عارفين بتساعدني في day zero deployment، ان انا اعمل الـ deployment بسرعة feature في الـ vSphere، والهوست بروفايل بتساعدني في داي 1 اكتيفيتي ان انا ريكونفيجر او ان انا اعمل جولدن بروفايل وابلاي على سيرفر تاني. النهارده الفي ال سي ام ما بيعملش ده، لسه ما بيعملش داي 0 داي 1 اللي بيعملها الاوتو ديبلوي او الهوست بروفايل، سو هفضل بستعملها بس تاني، انه وارد انه مع اللونج ران يخلي يعني دور الفي ال سي ام هيبقى هو كمان بيقدر يعمل الدور الفانكشن دي. keep in mind ان احنا كمان في special integrations مع ال HCI نفسها، يعني لو انت هتستعمل الكلام ده مع hybrid converge زي VxRail، فكمان في special integrations مع ال VxRail، يعني ال VxRail بيجي ب component بتاعته اللي هي ال VxRail manager وليها الدور اللي بتعمله في ال update وال upgrade، فبيبقى في certain integrations بحيث ان ما يبقاش في conflict. بيبقى في overlap ان في بعض الحاجات ينفع تتعمل من ناحيتين، بس الاثنين it's fully integrated. هنا بيوري انه لو حصل اي مشكله دريفتنج في الكونفيجريشنز اوتوماتيكلي هو هيروح يقارن ده بالديزايرد ستيت ويبدا يجيت الكومبوننت ويعمل لها ابديت. طيب الميزه الثانيه قلنا اللي هي كانت من اقوى الفيتشرز اللي كله كان مستنيها، ان انا يبقى عندي بيلت ان فايل سيرفيسز، وزي ما قلنا فكرتها ببساطه الكاستمر كان اللي محتاج فايل سيرفيسز كان عنده طريق من اتنين. الطريق الاولاني ان انا يبقى عندي external storage connected على network، هي دي اللي بتديني الفايل شيرز بتاعتي، زي ما قلنا ناس ديفايس من اتش بي من ديل اي ام سي، وده هيبقى واصل على الانفايرمنت بتاعتي. او كان البديل الثاني اني بحط appliance virtual machine، في a lot of virtual machine حتى في حاجات for free you can بتحطها بالانفايرمنت بتاعتك وهي بتاكت كما لو كانت هي الفايل سيرفيس. النهارده بقت الكابابيلتي دي موجوده بيلت ان بال في سان 7 على كلاستر ليفل، نفس الطريقه اللي لو حد فيكم عمل سيت اب لفي سان كلاستر، الاريا اللي انت بتقول فيها دي دوبليكيشن والانكريبشن كمان بقى فيها تقدر تقول وانا اي ونت تو اكسبوز او انا عايز فايل سيرفيسز. سو اللي انت بتعمله ان بت enable الفايل سيرفيسز، بيبدا الهوست تو بي prepared وبيستخدم حاجه اسمها فايل سيرفيسز ايجنت في ام، بتبقى موجوده على الاي 6 اي هوست redundant عشان يبقى فيه مالتيبل في امز، اتس فيري لايت في ام معتمد على الفوتون او اس، سو ما هياش ريل او هيفي لينكس اوبريتنج سيستم، وهي دي اللي جواها دوكر سيرفيسز، وهي دي اللي بتكسبوز الفايل سيرفيسز للابلكيشنز بتاعتي. سو از وي سبيك هي بتسبورت ان اف اس فيرجن 4.1 وفيرجن 3.
دورة التو فيرجن السبورتد دلوقتي، وبقدر اعمل الامكانيات العاديه اللي انا عايزها من فايل شير، ان انا اعمل كوتا لسيرتين يوزرز، ان انا احط بيرميشن مين من حقه يستعمل ايه. سو كل الكابابيلتي دي موجوده فيها. بس هنا نقطه مهمه ناكد عليها، اكيد this is the first version من الفايل سيرفيسز، ومش عايز حد يعني اوفر اكسبكت الكابابيلتي بتاعتها ويتخيل انها ممكن تغنيه عن النهارده لو هو عنده فايل سيرفيسز موجوده. سو الغرض كانت بتاعتها الفيرجن الاولانيه، لو انا عندي ابلكيشنز فيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين دي محتاجه اكسس لفايل سيرفيسز، فبدل ما اروح اعمل فايل سيرفيسز من بره او اكونسيوم من على الناس ديفايس او اجيب ابلاينس، انا اقدر ادي للفيرتشوال ماشين دي الفايل سيرفيسز انترنالي بالكابابيلتي اللي موجوده بيلت ان دلوقتي. فدي كانت اول يوز كيس او اول استعمال ليها، ان انا اتجنب ان فيرتشوال ماشين تكون موجوده عندي محتاج ان انا اخليها تو اكسس الاكسترنال ستورج. الحاجه اليوز كيس الثانيه او الاستعمال الثاني ليها، لو انا عندي كلاود نيتف ابلكيشن زي ما شايفين هنا كونتينر سيرفيسز، كلاود نيتف ابلكيشن ده كمان محتاج فايل سيرفيسز، وعشان اديله بيتر بيرفورمانس اكيد احسن انها تبقى لوكال او نيتف على نفس الاري، فكمان فايل سيرفيسز كود بي او كلاود نيتف ابلكيشنز واحده من اليوز كيسز المهمه اللي اقدر استخدم بيها النيتف فايلز. بس تالي بنرجع ناكد انه مش عايزين نعمم ونفتكر ان انا اقدر استعين عنه بتراديشنال فايل سيرفيسز لو كان عندي اوريدي فايل سيرفيسز او ناس ديفايسز يوزد في الانفايرمنت بتاعنا. أكيد طبعا في شوية consideration للناس لما تبدأ تشتغل بالفيتشر دي، مثلا منها يعني ما تعملش file services with data store based on NFS من ال built-in file service بتاعت ال vSAN، وتعمل لها mounting على E6i، لأن كده ممكن تعمل زي deadlock لنفسك بما إن دوت it's local. في سؤال من محمد بيقول is there enhancement for vSAN encryption and do I still yes. اكيد هنيجي لدي، بس لا اعتقد مش هنيجي لدي حتى مش موجوده، لان this is standard vSAN encryption. اكيد you still need to have a KMS server، لان وان كنا حسنا في دي بس تاني في الفي سفير ان we enhance ال encryption اللي ما يبقاش معتمد على الفي سنتر سيرفر، لكن you still need it. اكيد اي encryption you will need KMS server. يبقى وضحت الفكرة. سو تقدر يبقى عندك زي ما قلنا فايل سيرفيسز نيتيف تو اوفر ات لفيرتشوال ماشين موجودة عندك بالانفايرمنت، او لكلاود نيتيف لو محتاج بريزيستنس فايل شير وات سبورت ان اف اس 4.1 وفيرجن 3. وزي ما قلنا دونت اوفر اكسبكت الكابابيلتي، بي كيرفول اف يو هاف ا ماتيورد فايل services او file shares بالانفايرمنت، you have to consult local VMware team to assess you اذا كان ينفع to replace it بالnative file service ولا احسن تفضل بالاثنين. واكيد طبعا مع الوقت we will keep enhancing the native file service. الفيتشر الثالثة المهمة اللي قلنا عليها اللي هي ال CNS او ال Cloud Native Storage، زي ما قلنا هي نفسها ما هيش فيتشر جديدة، هي كانت موجودة في version 6.7 update 3، بس we added a lot of enhancement. زي ما قلنا واحدة منها انه we offer دلوقتي file based persistence volume، بما ان we support دلوقتي native file services فكمان بقيت اقدر ادي file based persistence volumes على ال vSAN. كمان it support ال vBol، من ضمن الحاجات اللي شوية كانت ال development فيها كان بطيء، وهتلاحظوا الفترة دي ان احنا we added a lot of enhancement و support لل vBol في vSphere 7 even حتى في ال SRM. so هتلاقي انه we back again to add a lot of development to support ال vBol. الفيرست فيرجن اكيد اللي كانت موجوده ب 6.7 كانت تلاك شويه كابابيلتي زي الفوليوم ريسايزنج، فالنهارده تقدر بفيرجن 7 تقدر تعمل فوليوم ريسايزنج، تقدر تي انيبل بريزيستنس فوليوم انكريبشنز وسناب شوتس
تقدر تيوز مونيتورنج تول النهارده زي ويب فرونت من في ام وير او بريموسيس او فيريلايز اوبريشن مانجر. سو ات هاز ا لوت اوف نايس فيتشرز وكابابيلتي، وزي ما قلنا دي كمان لما تاخدها بقى مع البيلت ان كونتينرز كابابيلتي اللي اتكلمنا عنها في الفي سفير، فانت بقى عندك الفي سفير بيسبورت بيلت ان كوبرنيتيس، فتقدر تكريت كلاود نيتيف ورك لود بيزد اون كونتينر، وتقدر تديله بريزيستنس ستورج سواء كان بلوك بيزد او فايل بيزد من ال في سان 7. طيب دولت زي ما قلنا الثلاث فيتشرز او الثلاث اديشنز المهمين اللي تموا على الفي سان 7. بس تاني قلنا في اديشنال انهانسمنت تمت، يمكن واحده منهم كانت انهانسمنت على الاستريتش كلاستر. سو ستريتش كلاستر او التو نوت كلاستر، حقيقه الفكره ان سواء كنت عندي ستريتش كلاستر او عندي تو نوت كلاستر كان دايما بيبقى في عندي نود اللي هي اسمها الويتنس. سو الويتنس كانت نود مهمه لان هي دي للناس اللي عارفه ازاي الستريتش كلاستر او التو نوت كلاستر بيشتغل. انت بيبقى عايز حاجه زي حكم في النص، لو حصل سبليت برين او حصل داون في سايت منهم محتاج حاجه تجادج وتقول لك الفي ام بتاعتك تقرا الداتا منها من على السايت ده. يوجوال انت بيبقى عندك، هناخد الاكزامبل ده على الستريتش كلاستر، بيبقى عندك يعني سايت تو سايت، واحد منهم بيبقى بريفيرد واحد بيبقى سكندري، والماشينز بتاعتك بتتكتب الداتا بتتكتب هنا وهنا في التو سايت، وبيبقى في ويتنس في ام هي ما فيهاش داتا، هي فيها ميتا داتا، هي اكشوالي الويتنس في ام دي هي اي 6 اي سبيشال فورم فاكتور، بتبقى ديبلوي على ثيرد سايت، ممكن تكون ايفن حتى على الكلاود، بحيث ان لو حصل كراش مثلا بالسكندري سايت دلوقتي الابلكيشنز بتاعت عايز تعرف هي الداتا المفروض تروح فين، على بريفيرد ولا على السكندري. فاللي بيحصل ان احنا بنستخدم الويتنس ده كحكم علشان يقدر يقول لي اه دلوقتي بما ان most of the object بتاعتي هنا على البريفيرد سايت، سو يبقى الماشين بتاعتي الايف لسه هنا، وابدا اكتب الداتا عشان ما اعملش انكونسيستنس في الداتا واحاول اكتب بالسكندري سايت. كنا بنعوز نعمل ريبليسمنت للويتنس في ام دي، وكانت بروسيس بتاخد وقت، ان وين قبل فيرجن 7 كنت لما بتيجي تريبليس الويتنس في ام دي كان ممكن يبقى فيه زي شويه ديلي على ما يخلص الريبليسمنت ويرجع الميتا داتا دي تعمل لها سينك. سو الانهانسمنت اللي عملناه بفيرجن 7 ان دي بقت بتتم اوتوماتيك، يعني مش محتاج تستنى الوقت اللي كان بيحصل على ما بيحصل السينك للميتا داتا دي. وانس ان انت يو ريبليس ذا ويتنس في ام لاي سبب اوتوماتيكلي كل الداتا ويل بي سينك من غير ما يبقى فيه اي وقت. سو ده اللي كنا بنقوله اوتوماتيكلي يبقى اكوردنج للكونفيجريشنز، وانس اتس دان الداتا ويل بي سينك اوتوماتيكلي على الويتنس في ام. تاني فيتشرز او انهانسمنت تمت على اكزيستنج كابابيلتي او فيتشرز موجوده بال في سان 7، انتليجنت كاباسيتي مانجمنت. يعني برضه هنرجع تاني لنفس الاكزامبل بتاع التو سايت، لو التو سايت دول انا عندي فيرتشوال ماشين وفجاه بقى هو سايت منهم اوفرلودد، سو انا عايز يبقى عندي امكانيه اني اعمل بالانس بحيث انه ما يبقاش فيه مشكله انه انا السايت ده از فول وانا لسه بعمل الاي اوز بتاعتي على السايت اللي فيه اولموست الداتا فول. فالفي سان 7 بيديتكت ده وبيقدر يريدايركت الاكتيف اي او للسايت اللي عليه افيلابل كاباسيتي، فاي افويد ان يبقى فيه عندي مشكله. فلو السايت ده شايفينه بقى اولموست فول، السايت ده لسه عليه كاباسيتي، يبقى اوتوماتيكلي هو اوتوماتيكلي البي سان 7 ويل دايركت الاي اوز على البريفيرد سايت. لو حصل ان بقى السايت السكندري هو اللي بقى ليس كاباسيتي، هاي دايركت الاي اوز على السايت الثاني. سو دي بتتم اوتوماتيك انتليجنتلي، ما فيش اي حاجه مطلوبه منك او مطلوبه من الادمن انه يعملها علشان يعدل فيه.
من كمان الفيتشرز اللي عملناها مهمة الانتجريشن مع السكاي لاين. للناس اللي مش عارفة سكاي لاين اتس سبورت تول من في ام وير، بتساعدك على ان تعمل برو اكتف سبورت. يعني بدل ما انت النهارده تراديشنالي بتحصل مشكلة تفتح كيس تبعت لفي ام وير تطلب منك اللوج، الفي ام وير سبورت تيم ياخد اللوج يعمل له اناليسيز، السايكل العادية اللي انت عارفينها بتاعت السبورت. سكاي لاين هو بيبقى زي ابلاينس موجود عندك على الانفايرمنت، كونكتد بالكلاود بتاعتنا على تيننت ليك بيج داتا اناليتيك، بياخد هو اللوجز دي هاش وبيقدر يعمل زي اناليسيز ليها برو اكتفلي. اول حاجه بيغنيك عن ان لما يبقى في عندك مشكله حد يقول لك ابعت لي اللوجز، لان اللوجز كلها بتبقى موجوده محتفظين بيها بسبيشال لوكيشنز ليك از ا كاستمر. الحاجة التانية الأهم هو ما بيستناش لما المشكلة تحصل ويبعت يقول لك في مشكلة، هو برو أكتيف اللي بيجي يبعت لك ريبورت از ان ادمن فايندينج، بيقول لك انا لقيت ان دي حاجة ممكن تحصل او دي ريكومنديشن لو عملتها ممكن تحسن لك الانفايرمنت. أو لو بتفكر تعمل ابجريد يساعدك بالابجريد ويقول لك خد بالك من الكومباتيبلتي او الانتربرابيلتي بتاعت البرودكت، محتاج تعمل الترتيب ده من الخطوات للسيت. حاطين سيت اوف فيتشرز فيه فور فري لكل الكاستمر. الكاستمر اللي عنده برودكشن سبورت which is most of الكاستمر طبعا بيبقى عندهم البرودكشن سبورت 24 by 7، فسكاي لاين از افيلبل مع اي برودكشن سبورت باي ذا واي. يعني انت كل اللي محتاج تعمله بس ان انت تعمل له انيبلمنت، ما فيش اي مشكله في الداتا اللي بتطلع، وعندنا دوكيمنت بتديسكرايب الداتا دي بتبقى عباره عن ايه وهاو ات از هاشد وسكيورد، بحيث ما يبقاش في حاجه تقلقك. بس زي ما اقول لك الميزه ان هو بقى بيقدر يدي لك برو اكتيف ريكومنديشنز، بيقدر يكولكت اللوجز، بيقدر يقلل لك التايم بتاع حل المشاكل، الوقت اللي بيضيع في ابلودنج اللوجز والاناليسيس بتاعتها، كل ده بيكون تم مسبقا ابرون. وبما ان كمان اتس ا بيج داتا اناليتيك بالنسبه لنا، فاحنا وي كان جيف يو ايفن ريكومنديشنز بناء على سيميلر سيت اب سيميلر سيناريوز شفناه عند كاستمر تانيين، فهو كان تيل يو انه ذيس از اوبتيمال او ذيس از، يعني ممكن تكون المشكله ما حصلتلكش بس وي نو من الاناليتيك اللي حصلت عندنا مع كاستمر قبل كده يو كود بي سبجكت لنفس نفس المشكله. من الفيتشرز التانية برضو المهمة ودي كانت كتير بتضيع وقت للأدمنز، إنك تتشيك الكومباتيبلتي ماتريكس. عندنا حاجة اسمها في ام وير كومباتيبلتي جايد في سي جي. سو الكومباتيبلتي جايد دي أو ساعات ناس بتقول عليها اتش سي ال هاردوير كومباتيبلتي جايد أو ماتريكس، اتس ا بورتال عن في ام وير. بتقدر تروح على البورتال ده بتقول أنا عايز أعرف السيرفر الفلاني اللي جايبه من البندور الفلاني بالموديل ده كومباتيبل ولا لأ. فكان مانوال اكسرسايز بتعوز تعمله انت كادمن علشان تقدر تحدد اذا كانت السيرفرز دي سيرتيفايد ولا لا. النهارده الكومباتيبلتي دي انا ممكن اعملها ان ان اوتوميتد واي. سو الفي سان 7 بيقدر تقدر تسبسكرايب على بورتال ويقدر يبعت لك نوتيفيكيشنز باي تشينجز بتحصل بال اتش سي ال او بالداتابيز دي. سكاي لاين لايك سوري في سؤالين. السؤال الاولاني من اسلام كان وي تشينج ذا ديزاير ستيت فروم تايم تو تايم؟ اكيد. سو الديزاير ستيت زي ما بقول لك ان الفكره دي زي ده اللي انت عايزه. يعني مثلا ابسط مثال نزلنا في سفير اي 6 اي 7.1 مثلا بعد فتره ولا حاجه، سو انت هتبقى اكيد محتاج تروح تقول انا الديزاير ستيت بتاعي ما بقتش اي 6 اي 7، الديزاير ستيت بقت الاي 6 اي 7.1. هي فكرة الـ desired state اللي انت بتحطها، وأكيد زي ما انت بتسأل ممكن تعدلها كل فترة على حسب أو جبت drivers version أجدد. الفكرة إن الـ VLCM بيروح يتشيك ده أوتوماتيك ويكمبير الـ specs بتاعت الـ servers سواء E6i version أو firmware أو drivers، ولو لقى في أي drift أوتوماتيكلي بيعمل الـ update. سكاي لاين لايك في ام هابينس؟ لا، سكاي لاين هو سبورت تول زي ما انت قلت. الفكره بتاعتها ان هو بيبقى في ابلاينس موجود عندك بالبلاتفورم كونكتد على الانترنت، بياخد اللوجز وميتا داتا من الانفايرمنت عندك وبيبعتها للسبورت سنتر عندنا، وهو بيعمل بقى النوع ده من الاناليتيك على الانفايرمنت. ممكن تكون الريكومنديشن سيرتن تيونينج للانفايرمنت بتاعتك، ممكن تكون
بريدكشن ان الاستورج بدات تتملي وانت مثلا يو ديدنت يعني ما خدتش بالك او ما انتبهتش او ما كنتش عامل سيت اب للالارت. فده اللي بيعمله السكاي لاين. سو زي ما قلنا الفيتشر دي برضو واحده من الفيتشرز المهمه بقدر اتراك بيها الكومباتيبلتي بتاعت سواء كانت الديفايسز او ريدي نودز او اي او كنترولرز او ستورج ديفايسز. سو كل بقى الحاجات اللي انا كنت بعمل لها تشيك ماني ولا لما اجيب ريدي نود او اكون عايز اجيب سيرفر سيرتيفايد واتاكد ان الكنترولر الديسكس از كومباتبل، كل دوت ممكن اعمله in an automated way just ان انا بس بسكرايب على الهارد ال اتش سي ال او ال في سي جي ال في ام ار كومباتيبلتي جايد. Does the cloud native storage feature has a benefit on hybrid cloud model؟ يعني ما هياش بشكل دايركت بس لان هي نفس الفكره، يعني زي ما قلنا النهارده بقت البي ستان هي اليونيفايد ستورج ليك للتراديشنال فيرتشوال ماشين وللكلاود نيتيف لو عندي كونتينرز بيزد ورك لود. من ضمن الحاجات اللي عملنا فيها كمان انهانسمنت كتيره كونسيستنس الفي ام كاباسيتي ريبورتنج. كتير كان في كومبلينز ان ان الطريقه اللي بتقرا بيها الداتا من على الفي سفير كلاينت انكونسيستنس، فوي انهانسد وي تشينج ذا لوت في الفيوز. فتلاقي الفيوز از فيري سمبليفايد، سواء عايز اقدر اعرف على كلاستر ليفل فور اكزامبل الماشينز بتاعتي قد ايه منها بروفيجن قد ايه منها يوزد. قبل في سان 7 شويه الطريقه كانت مختلفه، يعني فور اكزامبل لو انا عندي سيرتن فيرجن ماشين ويندوز 2012 الديسك بتاعها 40 جيج والرام 4 جيج، فكنت لما مثلا بعمل لها باور اون كان بيشوف ان البروفيجن دي سبيس 44 جيجا اللي هي ال 40 بتاع الديسك وال 4 بتاعت الفيرتشوال رام، بس اليوز على حسب اكيد ال 4 جيجا بتوع الرام واي داتا هتبدا تتكتب. في 7 وي انهانس الريبورتنج بحيث يوضح قد ايه فعلا من الداتا دي از بروفيجن which is هيبقى اولموست ال 44 وقد ايه منها يوزد كود بي بقى 800 ميج مثلا اللي هو الجزء من الرام اللي بدأ يستعمل وجزء من الديسك او 1 جيج and so on. So we clarify we enhance الطريقة اللي بتتعرض بيها ال consumed او ال provisioned capacity وال used capacity. في فاكتور كتيرة طبعا بيدخل في تحديدها زي ما قلنا، منها غير السايز بتاعت ال VM، يعني usually all bulk هو ال VMDK زي ما قلنا 40 جيجا لمثلا certain VM، بس ما تنساش ان في سناب شوتس ان في VM memory في VMX في a lot of other files احنا we consider it when we لما بنعمل ال sizing. من ضمن الفيتشر اللي يمكن شويه ما تحسوش بيها كدايركت امباكت بس كان كتير يعني بتعمل لهم مشاكل، عايز يعرف الفي سان ميموري كونسامشنز عامل ازاي. احنا عارفين الفي سان بيكونسيوم ميموري من الهوست، طب انا عايز ابقى عندي اكيوريت ميجر بيقول انا كل هوست ام كونسيومينج قد ايه من الرام دي، والكونسامشن ده بيفرق على حسب الكونفيجريشنز بتاع الفي سان. يعني لو انا كلاستر عامل انيبل انكريبشن فور اكزامبل دي دوبليكيشن وانكريبشن اكيد الميموري كونسامشن هيبقى اعلى، لو الكلاستر ده مش انيبل ده عليه الدي دوبليكيشن والانكريبشنز. فهنا دي للادمنز اللي عايز يبقى عايز يعرف قد ايه من الداتا قد ايه من الميموري بتاعت السيرفر كونسيومد فور الفي سان. وي انهانسد وي ادد ذا نيو ماتريسز تقدر تشوفها من المونيتورنج، لما بتروح على الاريا بتاعت المونيتورنج للفي سان تقدر تشوف منها قد ايه من الداتا دي كونسيومد للفي سان، فاقدر اعمل سايزنج او كاباسيتي بتاعتي مظبوطه اكوردنج للريل ميموري كونسيومد باي الفيزا.
كمان عملنا انهانسمنت في الفي سفير ريبليكيشن، يعني واحده كانت من الحاجات ان قبل فيرجن 7 في سفير ريبليكيشن كان الفي سان 6.7 از نوت اوير بالاوبجكت بتاعته، فكان بالنسبه له هي اذرز، يعني when you go for 6.7 وعندك في سفير ريبليكيشن شغال كان بيبقى شايف ان الداتا دي از جاست اذر. فيرجن 7 بقى يقدر يدنتيفاي الاوبجكت بتاعت اللي كرييتد، فبقى عارف ان ده اتس في سفير ريبليكيتد ديسك او اوبجكت سوري، او ان ده replicated configurations. So بقيت اقدر identify ال object types بتاعت ال vSphere replications not ان هي generic، وبالتالي اقدر اعمل لها management بشكل احسن من اللي كانت موجود قبل كده في 6.7. من الحاجات كمان المهمة supporting large hardware devices. النهارده وي سبورت 32 تيرا بايت فيزيكال كاباسيتي واب تو 1 بيتا بايت لوجيكال كاباسيتي لو انا ام انيبلنج الداتا دو دوبليكيشنز والكومبريشن. دي كانت برضو من الحاجات المهمه. 6.7 كان بيعتمد على ان بنستعمل 32 بيت فيزيكال لاي اوت، فده كان بيحط علينا ليميت اب تو 16 تيرا بايت to address the usable capacity for the storage. That it enhanced a lot في 7، بقينا نستعمل 64 bit، فبالتالي ما بقاش عندي ال limitation بتاعة ال 16 terabyte. واحدة طبعا من الحاجات المهمة to enhance ال uptime بتاعتي we add flexibility for NVMe devices uptime. بقيت تقدر تيوز الكابابيلتي بتاعت الهوست بلاك سبورت هوست بلاجابل سبورت، ودي فيتشر افيلبل في الاثنين حقيقة في سفير وفي سان. بمعنى انت ممكن تيجي تقول في ديسك هشيل الديسك ده وهركب مكانه ديسك تاني، يمكن في مشكلة فهشيل الديسك ده واركب مكانه ديسك تاني، فده بيتم سيملس بدون اي مشكلة. او يمكن جاست ان انا في مشكله في الديسك فشلته ورجعته. سو كل النوع ده من الاكتيفيتي it will not impact ال environment عندك as long as it's NVMe it's supported by ال host plug. دي كمان من المميزات المهمه support مالتي رايت شيرد في ام دي كي. سبيشال سيت اب زي اوراكل راك زي ريد هات كلاستر كانت بتعوز ان يبقى عندك مالتي رايت في ام دي كي علشان يبقى كانه شير ديسك او كانه كورم بين التو انستنس من الداتا بيز اللي قايمه فور اكزامبل لو هي اوراكل راك. كان من ضمن الريكويرمنت بتاعته ان يبقى عندي ايجر زيرو ديسك، وده ات واز فيري سلو فور كرييشنز. وي ريموفد الكونديشنز ده وما بقيناش محتاجين يبقى في عندي ايجر زيرو ستيك ديسك فور المالتي رايت ابلكيشن زي الاوراكل. يبقى تاني اهم اربع مميزات اتكلمنا عنها اللايف سايكل مانجر ازاي سهلت الفول لايف سايكل ابديت ابجريد باتشنج على الاي 6 اي على الدرايفرز على الفيرموير. بيلت ان النيتف فايل سيرفيسز اتس فيري هيوج انهانسمنت في فيرجن 7. كمان الانهانسمنت على كلاود نيتف سيرفيسز بالاضافه للفيتشر اللي اتكلمنا عنها في انهانسنج الويتنس على الستريتش كلاستر امبروفنج الريبورتنج سبورتنج لارج ديسك اتسترا، فكمان ده وي ادر اوت اوف انهانس. كالعاده if you want to assess the environment بتاعتك في free assessment tool from VMware you can use it. في a lot of labs regarding the vSAN we will add كمان more regarding vSAN 7 على هانس اونلاين لاب. في التست درايف يمكن احنا دايما التست درايف مرتبط بذهننا بالاي يو سي ان هو بقدر اتست بيه الورك سبيس 1 والفي دي اي، بس هو التست درايف كمان اقدر اتست بيه الفيسان. سو اف يو وانت تست الفيسان على ريل لاب تقدر تجرب ده على التست درايف. وعندنا a lot of resource doc article white paper على الستورج هاب من VMware.
شكرا ليكو. زي ما قلنا كان الغرض ان احنا نتكلم بس على ايه الفيتشرز الاساسيه اللي زادت بفيرجن 7، مش ان احنا نتكلم على في سام بصفه عامه. هقف هنا وهنبص على الاسئله لو في اسئله. شكرا جدا ليكو.